الكاظمي يؤكد مضي حكومته بمنع الفاسدين من استغلال المنافذ الحدودية ووضع خطط لدعمها وتطويرها والارتقاء بواقعها. أكثر من 2300 إصابة جديدة بكورونا في عموم البلاد وتحذيرات من ارتفاع مخاطر الجائحة لإغلاق العيادات الخاصة. اليوم الثاني لعمليات أبطال العراق تطهير وديان بمناطق قنقين وقرى تبة، وقوات الأمن تصل للشريط الحدودي مع إيران. الكهرباء 17 عاما من الانقطاع المتواصل والأزمات، والحلبوسي يأمر بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق بتعاقدات الوزارة. نشرة الأخبار الرئيسة، أهلا بكم مشاهدينا. أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي مضي حكومته بالعمل في منع الفاسدين من استغلال المنافذ الحدودية ووضع الخطط الكفيلة لتطويرها والارتقاء بها. الكاظمي ولدى ترأسه اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني استعرض نتائج زيارته إلى منفذ مندلي الحدودي والإجراءات التي اتخذت بهدف النهوض بواقع هذا المنفذ ومحاربة الفساد فيه وفي بقية المنافذ. وناقش المجلس أيضا استمرار الخروق التركية للأجواء والأراضي العراقية، وأكد على مواصلة الحوار الدبلوماسي مع تركيا لوقف التجاوزات التي تشكل اعتداء على السيادة العراقية. وفي سياق آخر، ناقش المجلس قضية التظاهرات وضرورة الحفاظ على سلميتها بما يتوافق مع حرية الرأي والتعبير والحفاظ على سيادة القانون وهيبة الدولة. المنافذ الحدودية وما تمثله من ثروة مالية مهمة تذهب أغلبها لجيوب الفاسدين، دفعت مختلف شرائح المجتمع لدعم خطوة الحكومة بإعادة سيطرة الدولة عليها وسط ترجيحات بإمكانية أن توفر السيطرة على المنافذ نحو 15 مليار دولار. بحدود 10 إلى 15 مليار دولار هي واردات المنافذ الحدودية سنوياً على شكل رسوم وضرائب جمركية، فيما لو أحكمت السيطرة عليها بشكل مضبوط بحسب خبراء المال والاقتصاد الذين وصفوا خطوة السيطرة عليها بأنها تعمل على تحويل الاقتصاد من ريعي إلى اقتصاد متنوع. خبراء الاقتصاد أكدوا وجود 22 منفذا بريا وبحريا وجويا في البلاد، فضلا عن حديثهم عن أن مزاد العملة يبيع بحدود 50 إلى 60 مليار دولار سنويا، وأن حجم الاستيرادات من الخارج يبلغ بحدود 40 مليار دولار. إيرادات كبيرة ستحقق سواء كانت بالرسم الجمركي أو بضريبة الدخل، إضافة إلى أن تضبط نوعية البضاعة التي تدخل مطابقة للمواصفات النوعية، وإضافة إلى أنها مطابقة لإجازة الاستيراد التي تستورد بها البضاعة. يضاف لذلك أنه أنت تحمي الإنتاج المحلي بالداخل. وتعد خطوة السيطرة على المنافذ الحدودية بأنها متعددة الأبعاد، من تحقيق الإيراد المالي عن طريق الضريبة الجمركية التي ترفع الجدار الجمركي بغية حماية المنتج الوطني الذي يعمل على امتصاص البطالة، رؤية تحدث بها متخصصون في المجال الاقتصادي. الحقيقة هذه الخطوة خطوة مهمة جدا، وليست فقط احنا نعول على الابعاد الاقتصاديه لها او الماليه، لها ابعاد ابعد من ذلك. الابعاد الاقتصاديه المعول عليها انه هذه راح ممكن اذا سيطرنا على المنافذ انه اولا تحقق لك ايراد مالي متمثل بالضريبه الجمركيه،
هذه الضريبة الجمركية راح ترفع لك الجدار الجمركي، الجدار الجمركي راح يخلي المنتج الوطني يرجع يشتغل من جديد. هالعملية راح تسحب البطالة الشباب. وتعد خطوة السيطرة على المنافذ الحدودية لضمان دخول بضاعة مطابقة للمواصفات كما ونوعا. أثير عادل، العراقية الإخبارية، بغداد. نتابع هذا الموضوع مع ضيفنا داخل الاستوديو الخبير الاقتصادي الاستاذ صفوان قصي. سيد صفوان اهلا بك وشكرا انضمامك معنا في هذه الجولة الاخبارية. اذا يعني هناك جدية صريحة من قبل الحكومة وهناك ايضا دعم مجتمعي لهذه الخطوات الحكومية. برأيك لو تمت السيطرة على المنافذ الحدودية بشكل كامل، ما الذي ترفضه للموازنة العامة؟ طبعا بالتأكيد يعني عملية إعادة هيبة الدولة بفرض سلطة القانون على المنافذ الحدودية، ما يعني ما ظاهر انه هناك 10 تريليون دينار عراقي سنويا يتم إهدارها من خلال المنافذ الحدودية. عملية السيطرة على هذه المنافذ تعني إعادة إحياء الصناعة والزراعة في العراق. العراق موقع جغرافي باستطاعته ان ينفتح على دول العالم من خلال التكامل الاقتصادي. لو تم اعاده الثقه بالنظام الحقيقه الاقتصادي العراقي بامكان العراق ان تعبر المواد من الشرق الى الغرب من خلال العراق، بمعنى اننا يعني عمليا نراهن الان على 10 مليار دولار. بتقديري هناك اكثر من مليون فرصه عمل من الممكن ان يتم يعني توفيرها في عملية نقل العراق من كونه مجرد مستورد إلى كونه ناقل للبضاعة. المنافذ الحدودية بإمكانها أن تدر المليارات الحقيقة لو تم إدارتها بطريقة صحيحة. طيب الحديث إذن عن 10 تريليون دينار لربما تذهب هدرا مثل ما تفضلت، تقصد تذهب إلى جيوب الفاسدين؟ نعم، هي حقيقة الإيرادات مبعثرة، الإيرادات الحكومية. عمليا العراق يجني ما لا يقل عن تريليونات اثنين حقيقة، يعني هناك 8 تريليون هي تذهب إلى منافذ نستطيع أن نقول أنها مافيات محلية تربعت على عرش المنافذ الحدودية منذ سنوات. عمليا نحن نطالب الحكومة الحقيقة من خلالكم ليس فقط الضبط على المنافذ الحدودية بصورة شاملة، وهي الخطوة الأولى طبعا هي منافذ ديالة، منافذ باتجاه الشرق، باتجاه الجنوب، باتجاه الغرب، باتجاه الشمال، كلها يفترض أن تضع الحديث عن 22 منفذ بحرياً رسمي ومنافذ غير رسمية. طيب. العراق يفترض أن يركز على المنافذ الغير رسمية أيضا، لأن هناك معبر للأسلحة، معبر لعمليات المخدرات، عملية تبييض الأموال، وعملية العراق يفترض أن يكون هناك نظام أمني زائدا فني، عملية التكامل بين النظام الأمني والفني. يعني لا نطالب الحكومة فقط في السيطرة الأمنية، لكن إعادة تأهيل الجمارك من حيث البنية التحتية. العراق لم يستثمر في البنية التحتية في الجمارك، لو تم استثمار البنية التحتية في المنافذ الحدودية بإمكان العراق أن يكون أن تنتقل عملية إدارة السلع. الشرق إلى الغرب يحتاج إلى بنية تحتية. لربما هذه الجزئية بحاجة إلى تفصيل. أيضا الحديث عن لربما السيطرة على المنافذ سيؤدي إلى تشغيل الأيدي العاملة. سيد صفوان، هاتان الجزئيتان تحتاجان إلى شيء من التفصيل. نعم، عمليا العراق يفترض أن يكون لدينا شبكة من طرق النقل بحيث نستطيع نقل إنتاج الهند والصين باتجاه الاتحاد الأوروبي من خلال تركيا، وأيضا قارة أفريقيا من الممكن أن ترتبط بآسيا من خلال المملكة العربية السعودية. العراق منطقة استراتيجية. التكامل الاقتصادي اللي أشرت إليه حقيقة عندما تنظر إلى خارطة العراق تعلم بأن ثروة العراق هي الموقع الجغرافي. فكيف نستطيع أن نحول طريق النقل الدولي إلى العراق؟ يفترض أن تكون لدينا ثقة. لكن ما أنظر لك كمستقبل عملية أن تنتقل السلع ترانزيت من خلال العراق. يعني هناك دول الآن تعتاش على عملية الاستيراد وإعادة التصدير. العراق يعول على إنشاء مناطق تجارية حرة في جميع المحافظات اللي هي من الممكن أن تكون حدودية. فعملية إنشاء مثل هذه المدن الحدودية الحرة بإمكاننا طبعا أن نحفز الاستثمار للثقة بهذه بقدرة الاقتصاد العراقي، وأن ننشئ مدن صناعية، مدن زراعية. العراق يفترض
يفترض أن يستثمر علاقته جيدة مع كل دول المنطقة باعتبار أن العراق نافذة للاستقرار على مستوى الاقتصاد الشرق الأوسط. نعم. إذن الخبير الاقتصادي الأستاذ صفوان قصي كنت معنا، شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا جزيلا. سجلت وزارة الصحة 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، وذكرت الوزارة في موقفها الوبائي أن عدد المتمثلين للشفاء من الفيروس بلغ 1645 حالة، مشيرة إلى أنها سجلت 95 حالة وفاة لمصابين بالوباء. على الرغم من الإجراءات المشددة التي تقوم بها وزارة الصحة والإجهزة الأمنية، إلا أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في تزايد مستمر، فالحلول ما تزال بيد المواطن من خلال التزامه بإجراءات الوقاية من أجل القضاء على هذا الوباء الخطير. الموقف الوبائي في البلاد يسجل ارتفاعا بحالات الإصابة، ويبدو أن الحلول ما تزال بيد المواطن ومدى التزامه بالإجراءات الوقائية التي تعد هي الآن العلاج الوحيد لتفادي انتشار وباء كورونا بحسب مختصينا. الموقف الوبائي خطر لا زال، ونتوقع زيادة بالحالات مستقبلا إذا بقي هذا الالتزام الضعيف بالإجراءات الوقائية، ولذلك على المواطن، يعني احنا صح خففنا الحظر رعاية الجوانب الإنسانية للمواطنين من ناحية المعيشة، ولكن كان بشرط الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تم تعميمها على كل مؤسسات الدولة، سواء الإجراءات الوقائية داخل الأسواق، الإجراءات الوقائية داخل المؤسسات. هذه الإجراءات الوقائية تطبيقها ضعيف. إجراءات جديدة وبروتوكولات علاجية تتخذها وزارة الصحة لخفض نسبة الإصابة وزيادة نسب الشفاء أتت بثمارها الأولية. نتوقع هذا عدد الزيادات، ونتوقع أكثر من عدة بسبب عدم التزام بعض من المواطنين بإجراءات الحظر اللي كانت تقوم بها دوائر الصحة ومتمثلة بوزارة الصحة، والإجراءات اللي هي التواعد الاجتماعي وارتداء الكفوف والماسكات خاصة في الأماكن المزدحمة. ناس يعني من تنصح بموضوع تقول يا هذا خطر وما بعلاج، وعبء على الدولة، عبء على المواطن، عبء على أي إنسان موجود في هذا البلد. بس يعني أكو قناعة عند الناس، أكو ناس عندهم التزام نسبة قليلة، أقول 5% وقسم لا. رسائل أرسلت من قبل بعض المواطنين لحث المجتمع على أهمية الالتزام والتعاون للقضاء على فيروس كورونا. من بغداد، منة الله ظاهر، العراقية الإخبارية. ينضم معنا عبر سكايب أخصائي طب الأسرة الدكتور أحمد الرديدي. دكتور أحمد، مساء الخير وشكرا لانضمامك معنا في هذه الجولة الإخبارية. إذن في البداية نتحدث عن هناك ارتفاع بعدد حالات الشفاء، ولكن هذا لم يمنع من تزايد الإصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد. لا سيطرة قريبة على هذا الوباء في الوقت الراهن برأيك؟ مساء الخير أختي العزيزة، شكرا لكم. وأيضا دائما وسائل الإعلام تركز على موضوع زيادة عدد الحالات. أنا مختص بطب الأسرة وأيضا مختص بالصحة العامة، أرى أن الموقف الوبائي يجب أن يؤخذ من منحى آخر، على اعتبار أنه لدينا عدد حالات إصابات في تزايد. يجب أن ننظر ونعرف لماذا هذا العدد في تزايد، ما الذي يحصل؟ هل هنالك زيادة في عدد الإصابات داخل المنازل، داخل المؤسسات الحكومية، في الأسواق والتجمعات؟ يجب نأخذ بنظر الاعتبار ونقوم بتحليله بشكل جيد. والقضية الأخرى، أنا أرى أنه موقف الوقائي يجب علينا أنه نوفر كل الجهد والإسناد الطبي للمؤسسات الصحية من أجل تقديم خدمات مستوى عالي، إضافة إلى تدريب حركاتنا الطبية والصحية خاصة في مجال المعاش وغيرها. وأرى أيضا أنه الموقف يجب أن نأخذ بعدد حالات الوفيات
ونعمل على تقليل عدد الحالات الوفيات بشكل أو بآخر. يجب دراسة الحالات بشكل علمي دقيق ونعرف أسباب حالات الوفيات ونقلل عدد حالات الوفيات. لهذا نظرتي للموقف الوبائي، موقف وبائي أيضا يبشر حقيقة خيرا، لأنه ارتفاع نسبة الشفاء بشكل كبير، وهذا أكيد وراء جهد يقدم حركاتنا الطبية والصحية. وأيضا أنه هنالك وين كانت نسبة وفيات ما زالت يعني لدينا عالية، ولكن أيضا نسمعها بمعدلات العالم نجد أنها أقل من المعدلات العالمية. طيب، يعني لا سيطرة قريبة على هذا الوباء مستقبلا، وربما وزارة الصحة صرحت أن الشهر المقبل سنقوم بتسجيل 4000 حالة يومية مؤكدة بالإصابة. على ماذا تستند وزارة الصحة حول هذا الموضوع؟ يعني باعتقادي الشخصي، والحديث كان للسيد وزير الصحة، و ذكر أنه موضوع شهر 9 ولربما 10 ستشهد ارتفاع عدد حالات الإصابات. أنا باعتقادي أنه لربما كان من ظاهر أنه هنالك تجمع سيحصل بزيارة الأربعينية، ولربما يقصد بهذا الجانب، أما أنه نحن في موجة واحدة ونحن دول تصعد أو ترتفع بها عدد الإصابات بشكل أو بآخر اعتمادا على الإجراءات الوقائية واعتمادا على تحليل أسباب ومعرفة أسباب الإصابة. هناك ممكن تكون أسباب الإصابة نتيجة تجمع في مؤسسة حكومية، نتيجة مراجعة دوائر الدولة، أو نتيجة اقتحامات في الأسواق، أو نتيجة عدم وجود رقابة على الآن غلق العيادات المختصة، غلق العيادات الخاصة أيضا ربما تساعد في عدم التباعد الاجتماعي، تجعل من يعني المواطنين الارتياد للاستشارية أكثر من العيادة. اكيد احنا دائما مع البحث العلمي ومع انه الاجراءات تكون صحيحه معتمده على اساس علمي. اليوم انه العيادات غلقت يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار شنو الاسباب اللي ادت الى غلق هذه العيادات. يجب ان نركز على هذا الموضوع، هل هناك بسبب تجمعات؟ العيادات كانت طرف مساند لحقيقه القطاع العام في الاسناد الطبي، فيجب ان نركز على هذا الموضوع. باعتقادي الشخصي العيادات وغلقها يحتاج لاجراءات علمية مراجعتها بشكل أدق ومعرفة الأسباب، وباعتقاد أنه كانت إسناد حقيقة للمؤسسات القطاع العام. طيب دكتور أحمد، أسألك حول العاصمة بغداد صاحبة الأرقام المرتفعة جدا بأعداد الإصابات، ماذا عن السيطرة في الدوائر المختصة، الدوائر الصحية في مدينة الطب والرصافة والكرخ؟ هل نحن ما زلنا تحت السيطرة من خلال المعدات والأجهزة وباقي البروتوكول العلاج؟ لحد الآن الحمد لله والشكر أعتقد الإجراءات تحت السيطرة، وأعتقد أن المؤسسات الحكومية تقدم الأفضل. لا نشهد هنالك إجراءات على كما حدث في بعض المؤسسات، نجد أن هنالك كان هنالك عدم وجود أسرة في مستشفيات في دول العالم متطورة، لكن لم نشهد على مستوى العراق. أعتقد أنه الإجراءات ماشي على قدم وساق، نحتاج مثل ما قلنا إلى توفير أسرة احتياط، إلى تجهيز المؤسسات وتدريب الملاكات الطبية بشكل عالي، ويحتاج لنا أيضا أنه لربما الإسناد ومعرفة الإجراءات العلمية في تقديم الوفيات وتقديم كل الإسناد الحكومي الغير حكومي لمؤسسات وزارة الصحة. نعم، واضح. الإخصائي طب الأسرة والصحة العامة دكتور أحمد الرديني، شكرا جزيلا لك. إذن قرار غلق العيادات الخاصة تسبب في اكتظاظ المراجعين في العيادات الاستشارية في نينوى، مما يزيد من فرص انتقال عدوى كورونا بين المواطنين، على الرغم من تأكيد خلية الأزمة على أهمية التباعد الاجتماعي لتجنب خطر انتشار الجائحة. يقفون متلامسين يتنفس بعضهم هواء بعض، هذا هو حال الاستشاريات في نينوى بعد أن صدر قرار غلق العيادات الخاصة بالأطباء ليكون الحال على هذه الشاكلة، بينما نوجه الأهالي ليلا ونهارا بالتباعد الاجتماعي وخليك بالبيت لنجمعهم بمشفى واحد وهو ابن سينا
في الجانب الأيسر من مدينة الموصل ليجتمع فيه أهالي الأيمن والأيسر. حقيقة الاستشاريات اللي موجودة عندنا بالمستشفى مكتظة بالمراجعين. احنا الاستشاريات مالنا غير نظامية، الاستشاريات مالنا في غرفة قريبة عن غرفة، وتكدس المراجعين هذا ضد الغايات اللي تقدمها خريطة الأزمة لمنع التقارب الاجتماعي. احنا نريد تباعد اجتماعي، تباعد بين المرضى، هذا يصير تكدس. يعني احنا شخص بمستشفى ابن سينا التعليمي ما يقارب 500 مراجع يراجع الاستشارية يوميا. غلق العيادات الخارجية هي غلط. ليش غلط؟ انه هنا هسه منين بصير استشاريه العصر هم عصير زخم بالعيادات الخارجيه، مريض هنا مريض هنا بعدوا عن الواحد عن الاخ، هنا عصير عندنا زخم حيل بالاستشاريه يوم العصر. اذا كانت فكره الاستشاريه جدوى اقتصاديه فتحت حراره الشمس لا يوجد مريض يصل بواسطه الكوسترات او الباصات، فهو يصل كاظما الامه منفقا على تاكسي الذهاب والاياب سعر كشفيه الطبيب بالعياده الخاصه. تجي هنا افصل شي حب راس ثول ماكو، بطاقه التالات ناقصه، تروح يقول لك حب راس ثول ماكو كله خارجي. وضعيه حيل تعبانه خاصة هنا بالموصل، لا مستشفى لا عيادة، وضعيتنا حيل تعبانة. هاي الوضعية مالهم. يعني هسه أنا عندي استشارية من مصارف جينا هوني، يعني قلنا أحسن لأن هذا الوباء يعني كثير والصحة يعني تتأذى، وبالنسبة لي يعني والمواطنين. إعادة فتح العيادات الأهلية سيحقق التباعد الاجتماعي ويخفف من الزخم الحاصل على الاستشاريات التي بدأت تتكدس أعداد كبيرة جدا من المواطنين داخلها، ومن الممكن أن تحقق انتشارا سريعا للوباء غير مألوف. للعراقية الإخبارية أيهم عمر، الموصل. استطلاعا للموقف الوبائي في عدد من المحافظات، تنضم معنا الآن شبكة مراسلين من النجف الأشرف، سيكون معنا أيمن الشريفي من البصرة، محمد حسن، وأيضا من السليمانية سيف حقي. أرحب بالجميع وأبدأ معك سيف. بالنظر إلى الموقف الوبائي اليومي للمحافظة، نلاحظ أنه حالات الشفاء لا زالت في تراجع، ربما بدأ هذا الأمر خلال أسبوع أو أقل بقليل، هل من أسباب معينة سيف حتى يتم الحديث عن تراجع حالات الشفاء في المحافظة؟ نعم، يعني بداية الأعداد هنا في محافظة السليمانية خلال هذه الأسابيع الأخيرة كان هناك تفاوت في تسجيل الإصابات، يوم يرتفع ويوم ينخفض، وكذلك حتى حالات الشفاء شهدنا قبل تقريبا أسبوعين من الآن ارتفاع كبير في حالات الشفاء، لكن مع الأسف بدت حالات الشفاء تتراجع، وهذا يعني لربما يعني بعض الإصابات يعني لربما تكون قوية. وبالحديث عن يعني الإجراءات المتخذة، هناك إجراءات سريعة تتخذ يعني من قبل دائرة صحة السليمانية بخصوص الإصابات المسجلة، وكان الموقف الوبائي خلال 24 ساعة الماضية 144 إصابة سجلت محافظة السليمانية و77 مركز المدينة، والباقي يتوزع على الأقضية والنواحي، وكذلك 28 حالة شفاء وست حالات وفيات. لربما 372 وعدد حالات. طيب سيف إذا تسمح، لربما هناك يعني لبس في موضوع الأرقام، الواصل لدينا الحديث عن 155 إصابة في السليمانية مقابل 38 حالة شفاء، وأيضا ست حالات وفاة سيف. نعم بالنسبة صحيح نعم كلامك صحيح. بالنسبة لهذه الأعداد، يعني في بيان وزارة الصحة في الحكومة الاتحادية يصدر من خلال ضم حلبشة إلى السليمانية، ولكن هنا في بيان وزارة الصحة في حكومة الإقليم يصدر يعني جزئيا السليمانية وحلبشة وكذلك الأقضية والنواحي التابعة لها، لذا أنا أتحدث عن السليمانية خاصة ومركز المدينة بهذه
الأرقام. عدد حالات الشفاء دعني أكمل يعني لو سمحت، وصل إلى 1444 حالة شفاء، وحالة الوفيات وصلت إلى 259. الآن ما يقارب 4671 يتلقون العلاج في مستشفيات السليمانية. بالنسبة لانخفاض حالات الشفاء، يعني بصراحة لربما هذه الإصابات يعني هناك يعني تعلن عنها الإصابة، يعني تعلن حالات الشفاء تباعا، ولربما تسجيل هذه الإصابات بعد 14 يوم يعني يتأكد من الإصابة، والتحليل الثاني أو الثالث، المسح الثاني أو الثالثة للتأكيد من يعني الشفاء التام ليعلن عن حالات الشفاء. دائرة صحة السليمانية وفرت كافة الإمكانيات على الرغم من ارتفاع الأعداد، وهناك ثلاث مستشفيات كبيرة مخصصة لهذا الغرض، وخلية الأزمة بدأت باتخاذ قرارات سريعة يعني الحلول دون ارتفاع الإصابات. لكن اليوم كان هناك بيان قبل يومين باستئناف الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية في محافظة السليمانية، لكن بشروط كل موظف لا يرتدي الكمامة والقفازات لا يسمح له بالدوام. طيب. وكذلك كل مراجع يدخل إلى الدائرة المعنية لا يرتدي الكمامة والقفازات لا يسمح له بالدخول. ما زالت الغرامات الكبيرة. طيب سيف، ننتقل للبصرة. طبعا الحديث عن هذه الخاص ب طيب واضح جدا سيف، الحديث عن هذه الإجراءات ربما تمتد إلى محافظات العراق ككل، الحديث ليس فقط عن السليمانية. أذهب للبصرة إلى محمد الحسن، الحديث عن 13 حالة وفاة في البصرة، هذا الرقم إذا ما نظرنا إلى حالات الإصابة يبدو كبيرا محمد. الحديث عن 164 حالة إصابة مقابل 212 حالة شفاء، لماذا هذه الأرقام المرتفعة بالنسبة لحالات الوفاة محمد؟ محمد الصوت غير واصل لزميلنا محمد حسن من البصرة، إذن أذهب مباشرة إلى أيمن الشريفي. سنعود إليك محمد في سياق هذه النشرة. أيمن الشريفي من النجف الأشرف، نتحدث إذن عن الموقف الوبائي في عموم المحافظة، وأيضا نتحدث عن لربما في الأيام السابقة كان هناك حديث عن افتتاح مختبر وصف بأنه يتطابق مع المعايير العالمية. نتحدث عن الموقف الوبائي وعن ما الذي شكله هذا المختبر بالنسبة للموقف بالعموم أيمن. نعم نجاح، تحية طيبة لك. فعلا محافظة النجف الأشرف اليوم سجلت 188 إصابة جديدة، يقابل هذا العدد 148 حالة شفاء مع تسجيل مع الأسف 3 وفيات. الموقف الإجمالي أو الأعداد الكلية لأعداد الإصابات في المحافظة منذ تسجيل أول إصابة وإلى اليوم بلغ 3960 إصابة. هذا الرقم مرتفع في محافظة النجف، سيما في الأيام أو الأسبوع طيلة الأسبوع الماضي الأعداد مرتفعة، يعني تتراوح ما بين 100 والـ180 والـ170 وغيرها من هذه الأرقام المرتفعة. في المقابل هنالك أكثر من 1200 حالة شفاء في عموم محافظة النجف، أكثر من 1700 حالة يرقدون في المستشفيات، سيما أن دائرة صحة النجف الأشرف أعلنت قبل يومين أو 3 أيام عن افتتاح مدينة الصدر الطبية وعن استقبالها لأعداد المصابين بعد أن امتلأت مستشفى الحكيم ومستشفى الأمل. هنالك أكثر من 70 حالة وفاة في المحافظة، وهنالك أكثر من 350 حالة هم من المنتسبين من منتسبي دائرة صحة النجف. أما بالعودة إلى سؤالك حول المركز الطبي، فعلا وصف هو أكبر مركز في محافظة النجف، تتبرع به إحدى الشركات وتسلمه إلى دائرة صحة النجف. هذا المركز يكون العمل
بطريقتين. الطريقة الأولى هي تدخل السيارة أو يعني تدخل السيارة إلى هذا المركز، تأخذ المعلومات من السائق أو من يجلس بجنبه، وتأخذ المعلومات كاملة عن عنوان سكنه ورقم هاتفه وغيرها، تأخذ عينة من الدم ثم تفحص. فإذا كانت درجات الحرارة ليست بعالية، يعني لا تتجاوز 39 أو 40 درجة مئوية، فهذا يعني رقم يعني يبشر بخير بالنسبة إلى الفاحص. لكن إذا كانت الأرقام مرتفعة بدرجات الحرارة أقصد، فيحول إلى طريقة البي سي آر أو الرابيد تيست، ومن ثم تعطى النتائج بعد 24 ساعة وعن طريق الاتصال الهاتفي. في بادئ الأمر عند الافتتاح، هو يعني حضر هذا الافتتاح العديد من الشخصيات السياسية والدينية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها، لكن بعد يومين من الافتتاح شهد زخما، وهذا ما أثار امتعاض النجفيين على الرغم نعم طيب. ما أثار امتعاض النجفيين وطالبوا بعدم التوجه إليه بكثرة كي لا يكون سببا، لأن كما تعلم نجح وكما يعلم المشاهد الكريم بأن الزخم قد يؤدي إلى انتقال العدوى. نعم نجح. طيب عود الآن إلى محمد حسن البصرة، واستثمارا للوقت تفضل بالإجابة مباشرة محمد. نعم، 212 حالة إصابة جديدة سجلتها مدينة البصرة خلال 24 ساعة الماضية، فيما تمثل 164 حالة للشفاء، مثل ما ذكرت 13 حالة وفاة سجلتها مدينة البصرة. سؤالك السابق كان حول أسباب وارتفاع عدد الوفيات. 13 حالة وفاة طبعا هو الأعلى يعتبر منذ انتشار جائحة كورونا في مدينة البصرة حتى هذه اللحظة. طبعا حسب خلية الأزمة أو حسب دائرة صحة مدينة البصرة، بأن معظم حالات الوفاة التي تحدث في المدينة هي لأسباب تتعلق بالشخص نفسه، هي لكبار السن أو لذوي أمراض مزمنة. لكن هنا دائما تأتي تجديدات خلية الأزمة أو دائرة الصحة بضرورة أنه في حال شعور المواطن ببداية الأعراض بإصابة فيروس كورونا يجب الإسراع إلى المستشفى. هذا الأمر طبعا الذي جعل من المواطنين لا يذهبون إلى المستشفى أو يراجعون هو طبعا أكبر سبب لانتشار فيروس كورونا. بقية الأمور في مدينة البصرة طبعا حظر التجوال لا زال مستمر حتى هذه اللحظة. طيب. فقط ساعات الصباح الأولى من الساعة السادسة حتى الساعة السابعة مساء يعود حظر التجوال إلى سابق عهده. نعم. شكرا جزيلا محمد حسن من البصرة، سيف حقي من السليمانية، وأيضا أيمن الشريفي من النجف الأشرف. تمكنت قوات الحج الشعبي في اليوم الثاني على انطلاق الصفحة الثانية لعمليات أبطال العراق بمرحلتها الرابعة من تأمين 7 قرى وتفتيش مساحات واسعة من المناطق الوعرة والتلول. وذكرت هيئة الحج الشعبي في بيان أن القوات عثرت على 5 مضافات لداعش ودمرت 4 أوكار و5 أنفاق للإرهابيين. وأضاف البيان أن العملية أسفرت أيضا عن تفجير ومعالجة 17 عبوة ناسفة والعثور على دراجة نارية وأسلحة ومتفجرات داخل المضافات. البيان أشار إلى استشهاد 2 من الحج الشعبي إثر انفجار عبوات ناسفة خلال سير العمليات. القوات الأمنية طهرت العديد من الوديان والقرى بخنقين وقرى تبة بمحافظة ديالى في اليوم الثاني لعمليات أبطال العراق بمرحلتها الرابعة، فيما تواصل ملاحقة الإرهابيين وصولا إلى الشريط الحدودي مع إيران. قيادة العمليات المشتركة تواصل تنفيذ عمليات أبطال العراق الرابعة من خلال خطة شاملة لمطاردة بقايا داعش الإرهابي وإعادة انتشار القطاعات لمسك المناطق المطهرة في مناطق قرى تبة وخانقين وجلولا بعد عمليات توغل للقطاعات المدرعة التي استطاعت تطهير مساحات شاسعة من مناطق ديالى. هناك تفكيك لعبوات، هناك قتل يوم أمس للعناصر الإرهابية، هناك تعقب لهذه العناصر في كل مخبأ، في كل وادي، في كل يعني جزرة وسطية ضمن مياه الأنهار. نحن الآن في أحد مراحل إعادة الانفتاح لغرض مسك الثغرات وعدم إعطاء العدو مجال
استغلال الحدود الفاصلة للتسلل ما بين مختلف القوات. اليوم ديالى تشهد عملية عسكرية واسعة وكبيرة على مستوى عالي من التنسيق مع كافة القطاعات المشاركة من جيش وشرطة وقوات رد السريع والعمليات الخاصة والفرقة المدرعة، متابعة الخلايا الإرهابية والوصول إلى أماكن لم تكن واصلتها سابقا القطاعات العسكرية. تمكننا الحمد لله والشكر خلال هذه اليومين من تدمير مضافات كثيرة لعناصر داعش الإرهابي، تدمير مراكز قيادة وسيطرة، العثور على عبوات ناسفة تم معالجتها بشكل فوري من قبل القطاعات المنفذة. قيادة الفرقة المدرعة التاسعة والقوات الخاصة نفذت عمليات بحث وتفتيش في مناطق الأودية والتلال شديدة الوعورة والحركة، واستطاعت تدمير أوكار إرهابية ومواقع للقيادة والسيطرة داخل أنفاق محكمة لداعش الإرهابي، حيث تم تطويق هذه المناطق من جميع الجهات والسيطرة على عقد التلال والجبال في مناطق شرقي ديالى. اليوم الفرقة المدرعة التاسعة قطعاتها موجودة في كهريزة قرب مناطق كهريزة ووادي قوري شاي، فتشت المنطقة بصورة كاملة. أيضا هناك لواء القوات الخاصة موجود مع الفرقة التاسعة، حاليا قمنا بمسك الأرض وتعزيزها ومنع تسلل أي عناصر داعش، وراح يكون الخط الدفاعي لهذه المنطقة ضمن هذه المنطقة اللي تم تفتيشها والسيطرة عليها. للعملية أهداف كثيرة، منها عادة النازحين إلى هذه المناطق التي نزحوا منها خلال عمليات داعش، وبعد تطهيرها وتفتيشها راح هناك برنامج لعودة العوائل ضمن هذه المناطق. لواء القوات الخاصة عثر على مقر كبير للقيادة والسيطرة وتم تدميره وضمن معلومات دقيقة جدا، وعثرنا على عبوات ناسفة ومخازن ومستودعات كبيرة ضمن هذه العملية. عملية أبطال العراق الرابعة في يومها الثاني تحقق نتائج إيجابية، وقيادة العمليات المشتركة تؤكد استمرارها في ملاحقة بقايا داعش الإرهابي في جميع مناطق وقصبات محافظة ديالى. من الشريط الحدودي لمحافظة ديالى، حسام التميمي، العراقية الإخبارية. حيلو هذا الملف الأمني إلى الحوار والنقاش مع ضيفنا الخبير الأمني عدنان الكناني. سيد عدنان مساء الخير، وأبدأ مع حضر أو أبدأ مع حضرتك بالحديث عن ديالى. ليش تنطلق العمليات من ديالى بالتحديد؟ ما الأهمية التي تشكله ديالى؟ وإذا ما تحدثنا عن جغرافية ديالى، المناطق الوعرة، التلال، الوديان، ترتبط مع بقية المحافظات؟ يعني من خلال هذه العمليات هل سنمسك خيوط بقية المحافظات المجاورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. يعني شوف، هذه العمليات هي قطعات مختلفة وأهداف تماما مختلفة. هذه العملية تختلف تماما عن سابقاتها لعدة أوجه. الوجه الأول والرئيسي هي رسالة لمن يحاول أن يزرع فتيل فتنة بين القيادة العراقية وبين الصنوف العراقية والقوات المسلحة العراقية، سواء كان بين قوات الحج الشعب المقدس، جهاز مكافحة الإرهاب، خلق فتنة بين رئيس الوزراء أو رئاسة الوزراء ورئاسة الحكومة والقطاعات الأخرى، على اعتبار كان من تربص على أن الحكومة العراقية تستهدف بعض القطاعات لحساب قطاعات أخرى. فهذه الرسالة التي أوصلها رئيس الوزراء لكل اللي يحاولون يصادون بالمي العكر، أنها العراق هو عراق موحد والأجهزة الأمنية واحدة، والكل من صاع إلى أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة، ولا يوجد خلاف إن اختلفنا في وجهات النظر، لكن هو اختلاف فقط ضمن حدود وجهات النظر لا يخرج عن هذه الأطر. بالتالي هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية، على اعتبار أن هنالك من يتجاوز على المنافذ الحدودية، والمنافذ الحدودية مورد مهم للدولة العراقية، ممكن أن تشكل رافد أساسي ومعين للثروات العراقية وأيضا للنفط العراقي، على اعتبار النفط العراقي هو مورد للدولة العراقية والمنافذ الحدودية تعبر ضمن يعني الموارد الأخرى المكملة والمتممة للثروات العراقية. أيضا بهذا الهدف هو السيطرة على المنافذ الحدودية، هنالك منفذين، منفذ المنذرية ومنفذ من خلال هذه العمليات. نعم، هذه الرسالة الثانية. الرسالة الثالثة، كان هنالك بعض الملمات الاستخباراتية تمكنت الأجهزة الأمنية من استخلاصها، على اعتبار هنالك التنظيم يحاول بطريقة أخرى النفوذ من سور بغداد ومن حزام بغداد بغية حدث شرخ أمني أو خلخلة الوضع الأمني داخل بغداد. فبالتالي بناء على هذا ضربت أماكن التي كان يتجاوز بها بعض
الإرهابيين أو الأماكن المحتمل تواجدهم بها مستقبلا، وأيضا إرسال رسالة أخرى للمواطن الكريم أنه الأجهزة الأمنية العراقية قاتلة. الجيش ويمتلك إرادة قوية ويمتلك قوات ممكن أن تشكل عائق وخط صد تحمي السور العراقي والوطن العراقي. أنا أعتذر لنفاد الوقت الخبير الأمني السيد عدنان الكناني، شكرا جزيلا لك. الشكر ولك الأمين. شكرا جزيلا. ضمن الصفحة الثانية لانطلاق عمليات أبطال العراق، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من قتل عدد من الإرهابيين وتدمير أوكارهم، فضلا عن تمشيط قرى ومناطق حدودية لنهر ديالى وناحيتي جلولة وأبي صيدا في محافظة ديالى. قوات جهاز مكافحة الإرهاب أولى التشكيلات الأمنية التي تنجز المهام المنوطة إليها ضمن الصفحة الثانية لعمليات أبطال العراق في مرحلتها الرابعة، والتي انطلقت في محافظة ديالى بهدف مطاردة فلول داعش الإرهابي. استكملنا العملية بدءا من نهر ديالى وصعودا باتجاه الغرب بالمنطقة المحصورة بين الأقليم وقواتنا الأمنية. أيضا هذه المنطقة عبارة عن مناطق لزراعة الشلب، تكثر بها المبازل والبحيرات والأنهار، فتضطر هسه قواتنا تعمل بهدوء، توصل إلى مكانات تساوي الطرق بالشفلات حتى يقدر ينتقل ويوصل إلى القرى الموجودة داخل هذا المكان. ولليوم الثاني على التوالي، القوات بمختلف صنوفها مسنودة بطيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي، استطاعت أن تنفذ عمليات تمشيط وتفتيش للقرى والمناطق المحاذية لنهر ديالى وناحيتي جلولاء وأبي صيدا، ودمرت أوكارا كان يستخدمها الإرهابيون في شن عملياتهم الإجرامية ضد المواطنين الآمنين. جميع الأهداف المرسومة أن تم تطهيرها وتم تأمين المنطقة من العبوات الناسفة وتطهيرها من الإرهابيين اللي كانوا موجودين بالمنطقة، والله الحمد احنا تقريبا على مشارف نهاية الواجب. وتمكنت القوات الأمنية في أغلب المحاور من إنجاز المهام المكلة إليها وتحقيق الأهداف المرسومة لها ضمن الخطط الموضوعة سلفا، وذلك ضمن عمليات أبطال العراق في مرحلتها الرابعة وبوقت قياسي. مؤيد الفرطوسي، العراقية الإخبارية، محافظة ديالى. وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتشكيل لجنة برئاسة النائب الأول حسن الكعبي للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء بسبب التدهور المستمر في المنظومة الكهربائية. الحلبوسي أشار إلى أن هناك شبهات فساد إدارية ومالية في ظل الإخفاقات المتراكمة طوال السنوات السابقة،
مشددا على ضرورة الوقوف على أسباب عدم تحقيق تقدم واضح في هذا القطاع ومحاسبة المقصرين. الدوائر الرقابية لجنة متكاملة نستطيع أن نقول، لكن أنا أقولها من خلال قناة العراقية، ما أكثر اللجان وأقل الثمار. احنا خلال طيلة السنوات الماضية احنا يعني لو تشوفين كثير من اللجان تشكلت، لكن ما هي المخرجات؟ دائما أنا كفد أيضا هذه من باب الطرفة، مسلسلة كانت تطلع في مصرية يقول دائما نهايتها تنتهي بهذا القيد، يقول القاتل هو أقرب المقربون. أنا أقول كل الانحراف بالعمل في الوزارات في كثير من التفاصيل، يعني في الجانب التنفيذي في الجانب التشريعي تلقين سبب الانحراف هو الغطاء السياسي، فهو أقرب المقربين لهذه القضية، وفاقد طيب. الشيء لا يعطيه. إذا أنا أريد أدور علاجات فأعتقد فأعتقد مو المنظومة الكهربائية يحتاج لها علاج، المنظومة السياسية بحاجة إلى علاج. هذه قضية. قضية الأخرى، إحنا طيلة السنوات الماضية إذا نريد نتحدث بوفرة الأموال وقبالها الانتاج الطاقة الكهربائية، تشوفين أنه الفعل ورد الفعل ماكو يعني أي توازن بالموضوع، بدليل أنه أنا عندما تم تخصيص تقريبا بحدود 62 مليار دولار إلى وزارة الكهرباء، ما هي الثمار؟ أتحدث عن 18 ألف ميجا، يمو أنا أكو مستثمر عندي أنطي 3000 تقريبا ونص ميجا بثلاث مليارات. إذن إحنا رايحين باتجاهات أخرى، وبالتالي احنا امام حقيقه، يعني مع احترامنا للجميع. هل 62 مليار خلال هالفتره؟ لانه الحديث من 2003 لحد 2018 115 مليار دولار حضره النائب. لا، هذا الرقم مبالغ به، هذا رقم صادر من اعضاء لجنه النزاهه النيابيه. هسه هذا الرقم حسب المعلومه اللي موجوده عندي مبالغ به، انه يتحدث عن مثلا، مو احكي لك اياها منين هذا جاي. الكيلووات يكلف تقريبا على الحكومة بحدود 110 دينار. في ورقة الكهرباء سعرها بعشر دنانير. إذا هذا المية دينار هي دعم لهذه الورقة. مع هذا الدعم هناك موضوع الجباية، تقريبا إذا ردنا نروح باتجاه المبالغة نقول 15% من الأوراق الكهرباء تجبى، بدليل وزارة الكهرباء تم اللجوء إلى الاستثمار، العفو، إلى الجباية، أسلوب الجباية بتعاقد مع مستثمرين، وهذه إشارة على أن هناك الجبن واضح في الأداء. طيب. بعدم استرداد وزارة الكهرباء أموالها من قبل. طيب. المشتركين. حتى نستثمر. نعم. الوقت حضرة النائب. نعم. أنا أشكل لجنة تحقيقية بهالوقت، شنو الغاية من عنده إذا كل موسم، هسا نأخذ بس الصيف، كل موسم هو نفس الشيء، إذا مو أكو مواسم أسوأ من الآن، ليش هسه أنا أشكل لجنة ويا من راح تحقق؟ رؤساء وزراء سابقين، وزراء سابقين، ناس معنيين بالملف الكهرباء، ويا من راح تحقق؟ وأنا ليش راح أقول لك؟ من راح نذهب بهذا الاتجاه راح تدخل التدخل السياسي راح يكون حاضر. أنا أقول أي بلد حتى ينجح لازم بي وزارة تخطيط تقوم بالاتجاه الصحيح. أنا لي وزير التخطيط السابق صار حديث في خلية الأزمة وذكرت له بالنص، قلت له أنه وزارة التخطيط بحاجة إلى تخطيط. احنا عندنا مشكلة وفرة أموال وعدم استفادة من هذه الأموال بالاتجاه الصحيح، لذلك عندما تكون هناك حالة من الفوضى في عملية الإدارة، في حالة المجتمعية أيضا تتحمل جزء من هذه المسؤولية، يعني وإلا أنت شو تفسر لي مقابل هذه الأموال؟ أنا أتحدث عن 1200 تقريبا ميجا وات تجيني مثلا من الجمهورية الإسلامية، بحدود 5500 يجيني غاز كون أشغل به محطاتي من أيضا من إيران. أنا أقول هنا العلاقة السياسية لربما تاتش بينها وبين أمريكا في أي لحظة، ممكن هذه تسبب لي حرج وتطلع عندي هاي بحدود 7200 من الخدمه، شنو اللي ممكن يصير؟ انا اليوم عندي ساعتين اقل من دقيقه يا استاذ علي، هذا ملف معقد، هي مو مشكله، احنا بنشره اخبار محكومين بوقت مو برنامج. اتحدث انه هاللجان الاربعه راح تشتغل على شنو بالضبط؟
وخليته فتح خطة معينة باختصار. يعني هو الغرض الأساسي واضح من خلال الأمر الديواني، التدقيق والتمحيص وبعد شو تريد تسميها في عملية العقود من 2006 صعودا. وهذه أيضا إشارة فيها على أنه الشركات اللي متعاقدة مثلا مع وزارة الكهرباء، مثلا أضرب لك فد مثال خجول ونقسم هذه القضية. أنا أقول في كل المناقصات في كل دوائر الدولة تكون عندك شركات تتنافس، لكن أما أن تأتي شركة وتأخذ عقد بدون منافسة وفيه شروط معقدة ومزعجة وأنت تدفع تكاليفه في كل الظروف، إذا كنت موفر غاز وإذا ما موفر غاز، من يتحمل هذه المسؤولية؟ من يتحمل هذا الهدر الكبير بالمال العام؟ طيب أنا أشكرك جدا إن شاء الله للحديث بقية بالتأكيد من خلال برامجنا. شكرا جزيلا للنائب علي العبودي عضو لجنة النفط والطاقة النيابي. شكرا جزيلا لك. زخم مروري خانق شهدته شوارع العاصمة، فطريق الدقائق 15 بات قطعه يستغرق ساعات في ظل طوابير من آلاف العجلات تملأ شوارع متهالكة وجسورا معدودة على الأصابع، مما يتطلب خططا لمعالجة هذه الزحامات مستقبلا. الباب معظم أوصل فد ساعة هيجي وأرجع هم ساعة ساعة ونص، هاي من الباب معظم كل تاريخ 5 دقائق. ما انفتح الحظر الجزئي في بغداد حتى شهدت معظم شوارعها اختناقات مرورية يستغرق السائق وقتا طويلا لعبور مسافة قصيرة بحسب سائقي المركبات. والله صار لنا تقريبا ساعة من على وجهك. هاي صار لي من الساعة بالتسعة والحد الآن استونا طبيت بغداد. تعبونا حيل والدنيا حارة وحتى التبريد ما يشتغل. رجال المرور ورغم جهدهم الواضح بتسهيل سير المركبات إلا أن كثرة العجلات تفوق استيعاب شوارع بغداد ودون وجود طرق جديدة، فضلا عن قطع الطرق لإجراءات أمنية وتجاوز البعض على عدد من الطرق، كلها عوامل ولدت اختناقات مرورية. من سنة 2003 وصعودا ما صار تطور بالنسبة لشوارع بغداد. احنا لو نيجي بالنسبه لشوارع بغداد كانت تستوعب حدود 300 الف سياره، هسه الاحصائيات اللي عندنا بالمرور العامه تجاوز 4 ملايين سياره، وهاي حاله غير طبيعيه بالنسبه لاستيعاب المركبات ضمن شوارع بغداد. احنا من ينقطع شارع ياثر تاثير مباشر على بقيه الشوارع. الاختناقات المروريه السمه الغالبه على اغلب شوارع بغداد، وذلك بسبب تزايد أعداد السيارات في ظل عدم وجود طرق حديثة، ناهيك عن قطع بعض الطرق لإجراءات أمنية احترازية، ما يستدعي من الجميع التعاون مع رجال المرور في سبيل تسهيل حركة العجلات. ثمرة الشمري، العراقية الإخبارية، بغداد. إلى العناوين مشاهدينا. الكاظمي يؤكد مضي حكومته بمنع الفاسدين من استغلال المنافذ الحدودية ووضع خطط لدعمها وتطويرها والارتقاء بواقعها. أكثر من 2300 إصابة جديدة بكورونا في عموم البلاد وتحذيرات من ارتفاع مخاطر الجائحة لإغلاق العيادة الخاصة. اليوم الثاني لعملية أبطال العراق تطهير وديان بمناطق خانقين وقرتبة، وقوات الأمن تصل للشريط الحدود مع إيران. الكهرباء 17 عاما من الانقطاع المتواصل والأزمات، والحلبوسي يأمر بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق بتعاقدات الوزارة. ودائما شكرا لكم لكرم المتابعة، نلقاكم على خير. إلى اللقاء مشاهدينا.